انا عايز استغل تواجدك معايا. اتفضل. استغل تواجد الكابتن الكبير كابتن حمادي طلول، واحد من افضل من مثله منتخب مصر الاول. كنا مع حضراتكم خلال الحلقات الماضيه فتحنا ملف وقلنا هنجيب لحضراتكم كل فتره واحد من اللاعبين المصريين او اصولهم مصريه موجود في اوروبا، لعل وعسى العين تيجي عليهم ويبقوا حاجه مهمه جدا لمنتخبات مصر الوطنيه، سواء منتخبات الناشئين او الشباب او المنتخب الاول. معانا عبر سكايب الان توماس جريس، لاعب فريق ترول النمساوي، لاعب من مواليد 16 اكتوبر 2002، يعني عنده 21 سنه، من اللاعبين اللي بيتقال عليهم ان هو مهم جدا في النمسا. نتكلم معاه. صباح الخير، مشرفني ومنورني، سعيد جدا بتواجدك معايا توماس جريس، لاعب فريق ترول النمساوي. Hello, I can hear you, yeah. Thank you. Good to see you. طيب توماس، كنت عايز اسالك بدايه كده، انت مولود اصلا في مصر ولا مولود في النمسا؟ كنت متواجد في مصر في اي فتره من الفترات؟ لعبت كره القدم في مصر قبل كده ولا بدايتك في كره القدم في النمسا؟ In my hometown in Innsbruck. انا لعبت في انا اتولدت عفوا اتولدت في في النمسا في إنسبروك، ولعبت كوره في النمسا، ولعبت في النادي اللي في المدينه بتاعتي، وبدات لعب الكوره بشكل احترافي من 6 سنين، واشتغلت على نفسي كتير، وبعدين التحقت بالاكاديميه في نفس النادي في نفس المدينه، وبعدين نضيت اول عقد احترافي مع نفس النادي في منطقتي. توماس، انت بتلعب في مركز ايه اصلا؟ انا بلعب رقم 10، وبعدين في الجناحين، وبعدين دلوقتي بلعب مهاجم. هل جالك اي استدعاء من اي من منتخبات مصر خلال الفتره الماضيه؟ نعم، كان ذلك قبل الكورونا. بالنسبة للفريق المصري تحت 18 سنة منتخب الوطني، وبعد ذلك بسبب جائحة كورونا وقفنا لعب الكورة، ولكن للأسف لم يسعني الحظ في الوقت الحالي بالاستدعاء للمنتخب الوطني. لو تم استدعائك لمنتخب مصر في أي وقت هتكون مرحب بده ولا منتظر أنك تشارك مع المنتخب النمساوي في أي لحظة؟ هو سؤال صعب جدا. انت عارف حضرتك ان انا مصري ووالدي الاثنين مصريين، بس احنا عايشين في النمسا، ولكن مصر هي بلد جميله جدا، بلد رائعه وانا بحبها جدا، وطبعا من شرف كبير جدا ان العب في المنتخب الوطني البلدي. هل الفترة الماضية حاولت أنت تتكلم مع أحد الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر؟ حاولت تتواصل أنت مع أحد الأجهزة الفنية؟ أحد أفراد الأجهزة الفنية؟ للأسف لسوء الحظ ما كانش الفرصة أن أنا أتواصل. للأسف ما فيش حد تواصل معايا من الجهاز الفني للمنتخب الوطني. ولم يتم التواصل يعني من خلال الجانب المنتخب الوطني لحد الآن. هل تتابع الكرة المصرية؟ هل في فريق بعينه منتمي ليه في مصر؟ لاعبين معينين بتحب تتفرج عليهم من مصر؟ طبعا انا بتابع الدوري المصري، وانا بدعم وبشجع انديه كتير هنا في مصر، الاهلي والزمالك. للاسف ما اقدرش اختار انا بشجع مين بين الاثنين، ولكن الاثنين فرق كبيره جدا.
انت مثلت اي من منتخبات الناشئين في النمسا قبل كده؟ نعم، كنت بلعب للفريق تحت 18 سنة، للفريق الوطني، المنتخب الوطني النمساوي، وكانت وكان طبعا من دواعي السرور ان انا التحق بالمنتخب النمساوي، لاني طبعا في السن ده من الجيد جدا ان انت تلتحق بالمنتخب. توماس جريس لاعب فريق ترول النمساوي، اللاعب من ذات الاصول المصريه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه مع اي من منتخبات مصر.